السلام عليكم الاخوان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا لا فيديو اللي غادي نشوفوا فيها كيفاش غادي نخدموا بالار دي بي، شنو هو هذا الار دي بي وفاش كنحتاجوه. اول حاجه بعدا كنعتذر على الفيديوهات حيت عطلوا. هذه اول حاجه. ان شاء الله هذه السيمانه هذه غادي يكونوا كاع الفيديوهات بلي ميزاجور الاخرين يكونوا مشروحين مزيان ما امكن، حاش انا ديما كما كنقولوا ديما لا فورماسيون هي ديستيني للناس اللي يلاه عاد بادين ماشي الناس اللي ديجا بادين. الوغ خاص الناس اللي عاد بادين هما الاولويه بالنسبه لينا وهما اللي خاصهم يفهموا مزيان شي حوايج في الدومين. اذا اول حاجه باش نديروا شرح مبسط للار دي بي، الار دي بي هو اختصار ديال كلمات ريموت ديسكتوب بروتوكول. الار دي بي هو عباره ببساطه هو عباره عن واحد البيسي اللي كاين في بلاد اخرى في بلاصه اخرى، كيعطيونا الحق كيعطيونا الانترفاس اننا نخدموا فيه. بحال اللي قلتي انت تقدر تستعملوه بزاف ديال الحوايج، تقدر تستعملوه كاين اللي كيستعملوه الناس ديال الجيمين، كاين اللي كيستعملوه الناس ديال الخدمه. مثلا انت كان عندك بيسي بواحد المواصفات اللي هي ضعيفه، فتقدر تاخذ بيسي تستعمل بيسي اللي ما تقدرش تخدم به عن بعد، يكون مواصفات طالعه كتحتاج غير كونيكسيون اللي تكون خفيفه باش تقدر تخدم بهذاك البيسي. حنا علاش كنحتاجوا هذا الار دي بي؟ كنحتاجوا هذا الار دي بي بالنسبه لي انايا باش كننظموا الخدمه ديالنا، بمعنى ان الكونت ديالنا ديال اي بي خصنا نحطوا هو الباي بال ديالو في واحد الار دي بي كما قلت لكم، اللي هو واحد البيسي او واحد لورديناتور اللي كنخدموا به عن بعد بواحد الطريقه اللي كيبقى داكشي منظم. وكل فيما كنبغي نرجع لشي باي بال مثلا، راكم عارفين ان الباي بال فاش كيدخلوا لي الفلوس كيشدوا كيش كيتهولدا 21 يوم. ملي غنوصلوا لابارتي ديال باي بال غنشرحوا هذه القضيه، كيتهولداو الفلوس واحد كيتهولداو بانهم كيدار عليهم اليد مده ديال 21 يوم مع باش كيطلقوا. حنا باش نبقاو في واحد الاي بي اللي هي ستابل اللي مثلا ما نبقاوش نبدلوا الاي بي الباي بال كل مره، كنستعملوا الار دي بي. والار دي بي فيه جوج ديال الانواع، كاين الازور العادي اللي كيكون فيه واحد السولد ديال 100 او 200 دولار، وكاين الازور اللي فيه سبسكريبشن ديال بي از يو جو. هاد بي از يو جو اسيدي شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها انك ان مايكروسوفت كيعطيوك الحق انك تستعمل بورتال ازور اللي هو ازور اللي هو التسميه ديال السيرفيس ديالهم، حتى وكان تسالي انت الخدمه ديالك اولا واحد المده معينه عا باش تخلص، اللي تقدر تمشي حتى 3 شهور 4 شهور وانت خدام بهذا الار دي بي. كيفاش نقدروا نجيبوه في الار دي بي؟ يا اما كتاخذوا، حنا ان شاء الله غادي نفورنيوكم بالار دي بيات غادي نوريكم اللي غادي تاخذوهم. هذه اولا. ثاني حاجه تقدر تصاوب راسك، تدخل تكري اوت لوب بسميتك، دخل لي كوردوني ديالك، دير لاكارت الماستر كارد ديالك تكون سياش ولا ديال اي بنك اخرى غير هي تكون اكشيفي فيها الدوتاسيون، ولكن خاصك ترد البال لان هذيك لاكارت اللي غتخدم بها خاصك ديزاكتيفي فيها الدوتاسيون. علاش؟ باش الا خليتي الدوتاسيون محلوله اشنو غادي يطرا؟ غادي تبقى تجمع في الفلوس تقدر توصل ان كا اولا دو كا وغادي يقطعوها لك دقه واحده، وهذا الشيء فيه طرا لينا قبل. اذا فاش بغيتي تخدم بلاكارت ديالك في ازور ديزاكتيفي منها الدوتاسيون. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى تقدر تشري كونت كيتباعوا لي كونت ديال ازور فيهم هاد السبسكريبشن وتخدم بهم على خاطرك، ديك الساعه ما يبقاش مشكل ديال الدوتاسيون. في حاله كما قلت لكم خدمتي بها انت ديزاكتيفي الدوتاسيون وخدم مع راسك مرتاح. هذه من ناحيه. دابا ملي شرحنا شنو هو الار دي بي، عرفنا علاش كيصلاح كيفاش كننظموا به الخدمه. فالار دي بي قبل كنا كنكريو به حتى لي كونت، غير هو لي زيبي ديالو دابا ولاو بلاك ليست، الوغ كنتسناو يطرا فريش بحال قلنا يطرا واحد الرافريش مون ديال لي زيبي فيه عاد باش نقدروا نخدموا به. اذا اول حاجه غادي ندخلوا دابا نوريكم كيفاش كنكريو هذا الار دي بي كيفاش كنصايبو. اذا انت فاش كدوز ديك المرحله يا كتشري كونت يا اما كتصايبو، عادي كتكري الاوتلوك كتدخل سميه كنيه ديالك النمره ديال التليفون والنمره ديال لاكارت كتكرييه كتقادو كتدخل ليه بحال هكا عادي بحال غتكونيكطا في اوتلوك. حنا نجيو كاع من جوجل، كتجي كتكتب بورتال ازور كتدخل ليها الاولاني كتجي كدير كونيكسيون. انا ها هو الاكونت ديالي ديجا كاين غنكونيكطا فيه ساين ان. دابا الاكونت ديالنا هو تكونيكتا. دابا غنجيو غنوركو على هاد البورتي. صافي هو تكونيكتا. هادي هي الديشبورد ديال ديال الازور ديالنا. هادو اللي كتشوفو هنايا هما لي زير دي بي، هادو هما لي زير دي بي. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو غادي نديرو غنكليكيو على فيرتشوال ماشين. اول حاجه بعدا باش تشوفوا باش نوريكم غير شي حوايج بسيطه في الازور باش تعرف السبسكريبشن ديالك واش اكتيفي ولا لا، كتجي كتورك هنايا حيت بعض المرات كتبغي تدخل الار دي بي ما كيبغيش يدخل لك ما كتفهمش علاش، كتجي كتشوف واش ستاتيو ديالها اكتيفي او لا ديزاكتيف. اذا كما شفتوا هنا ستاتيو اكتيف. نرجعوا لميكروسوفت ازور. هذا كما قلت لكم هادو هما لي زير دي بي اللي هما لي دوك لي بيس اللي غادي نخدموا بهم.
انا ديجا مكري مخدم بهذا الاكونت هذا. اذا كنجي كنكليك على فيرتشوال ماشين كنجي هنايا كندير اد نيو فيرتشوال ماشين. هنا كندير كرييت نيو جروب، مثلا غنسميو الجروب الجديد ديالنا مثلا هو باي امدان مثلا، نسميو مثلا هنا كتسمي الفيرتشوال ماشين ديالك غنسميوها باي امدان. انا ديما كنسمي الريسورس جروب والفيرتشوال ماشين نفس السميه. مثلا حنا غادي نكرييو مثلا باي بال ديال يو كي، مش غادي نديرو يو كي. كنجي هنا كنعزل الدوله اللي بغيت نكري، هنا كاين يو كي كاين جرماني كاين فرنسا وكاين بزاف ديال الدول الاخرين، كاين يونايتد ستيت وبزاف ديال الدول الاخرين. هنا نديرو يو كي، كنجيو هنايا هادي كنخليوها كما هي. هادي كنجيو هنا كنعزلو سيستم ديكسبلواتاسيون ديالنا، هاد البيسي اللي باغي نخدمو به اش من سيستم ديكسبلواتاسيون غنديرو فيه، بمعنى باش يخدم واش بويندوز اولا لينوكس اولا يوبونتو اولا شي سيرفر اخر. حنا بالطبع غنعزلو ويندوز سيرفر 2016 اللي هو ويندوز 10. هنايا كنعزلو السايز اللي غنخدمو به. هنايا بالنسبه ليا كنعزل اقل سايز ممكن باش نقدر نصوب بزاف ديال لي فيرتشوال ماشين. باش نشرح لكم شنو كتعني هاد سيليكت سايز، هاد سيليكت سايز هي الكونفيغوراسيون ديال داك البيسي. مثلا هاد البيسي هذا فيه 3.3 جيجا ونص في الرام، مثلا هادو ما فيه سي بي يو واحد. هادو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد البيسي هذا شنو هما. باش نعزلو هذا، اذا نعزلو هذا نخليو هذا ستوندار. هنا اليوزر نيم مثلا هو، انا بالنسبه لي اليوزر نيم مثلا نسميوه مثلا هو UK33 مثلا الاكونت 33. هنا كنديروا الباسورد، الباسورد من الاحسن تخليو باسورد واحد ليهم كاملين باش تعقلوا عليه. صافي وكنهبطوا لتحت، كنجيو هنا كنكوشيو هادو كاملين. صافي وكنمشيو كنديروا ريفيو بلس كرييت. هنا كنتسناو يديروا لا فاليداسيون. صافي اون فوا فاليدا هنا كيعطيك الثمن بشحال غيتقامل الساعه، كتجي وكتوريك على كرييت. صافي وكتسنى دابا كيتكري دابا الار دي بي ديالك، كتسنى واحد شويه غادي يتكري. اذا كتسنى غير واحد شويه غيبدا يتكري. هنا كياخذ تقريبا شي 3 ولا 2 دقائق، بعد المرات تقدر تمشي حتى 4 دقائق، وبعد المرات كيتشكري بالزربه. اذا نحبسوا لا فيديو بما تشك. اذا دابا الاخوان ها هو الار دي بي ديالنا هو التشكريه. كنجيو هنا كندير جو تو ريسورس، هنا كنمشي كنورك على كونيكت، كنكليك على ار دي بي، كنجي كندير داونلود ار دي بي فايل باش يطيليشارجي لي هذاك البيسي، هذاك الراكورسي باش نقدر ندخل لك البيسي. خصكم تعرفوا ان اي ويندوز فيه هاد لوبسيون هادي، كتقدر هو عاطيك لوبسيون انك تقدر تكونيكتا لبيسي اخر. اذا كنجي كدير داونلود ار دي بي فايل، كدير مثلا سيف، حنا ما نديروش سيف، كتسيف كدير ليه سيف مثلا فواحد الفايل ولا فشي دوسي، كتجمعهم بلاصه وحده. مثلا حنا غنديروا غير اوبن باش نوريكم غير كيفاش كيتحل الار دي بي. اذا اوكي، اذا هنا كيعطيك لادريس اي بي ديالو هي هادي. هاد لادريس اي بي بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالماك، غتاخد غير لادريس اي بي وتدخلها في الماك مع اليوزر والباسورد وتقدر تكونيكتها. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالبيسيات اللي فيهم الويندوز عادي فما يتكونيكتاو بهذه الطريقه. هنا كتدخل اليوزر نيم، كنكتبوا اليوزر نيم وناخذ الباسورد اللي درنا قبيله هو هذا، كوبي هنا كولي اوكي. صافي هنا فاش كطلع لينا هاد الفونيتر هادي راه بمعنى ان الار دي بي ديالنا راه تكونيكتا. نديرو وي. صافي هو دابا الار دي بي تحل. دابا هذا هو الار دي بي غيتحل لي البيسي اللي صوبت في هذيك البلاد اللي بغيت انا. اذا يعني كما شفتوا هادي لادريس اي بي ديالو، هذا هو البيسي. اذا يعني نتسناو يشعل. اذا يعني ها هو دابا شعل. اذا يعني اول حاجه كنديرو فاش كنكريو ار دي بي جديد هي كنقادو فيه الساعة،
اول حاجه وكنحطوا فيه البريف اللي غنخدموا به اللي هو البراوزر باش نخدموا. يعني صافي ملي شعل دابا البيسي دابا غادي نديروا فيه البريف. الوغ يعني دابا الاخوان غادي نكملوا غنديروا باست البريف كوليو هنايا في الار تي بي نانستاليو البراوزر ديالنا باش نخدموا. الاول اللي غنحلو فيه الباي بال ولا غنحلو فيه الاي بي اكاونت من بعد ما كيتكري. يعني نتمنى ان هذا الفيديو هذا واخا هو طويل شويه ولكن فهمت حاولت نشرح فيه الار دي بي بواحد الطريقه اللي تكون مبسطه وتكون ديتاي شويه باش الناس اللي جداد يفهموا شنو هو ار دي بي. حقاش بزاف الناس ما عارفين شنو هو ار دي بي علاش كيصلح وهذا الشيء حاجه عاديه لواحد اللي عمره ما خدم في الدومين هذا غادي ما عادي ما غيكونش عارف شنو هو ار دي بي. ننستالي البراوزر دابا الاخوان هاو واش انستال البراوزر ديالنا. كما قلت لكم الحاجه الثانيه اللي غادي نديرو فاش نصاوبو الار دي بي ونكونيكتاو فيه هي نمشيو نقادو فيه الساعه. فهو كيكون ثقيل شويه بعض المرات وانا خدام بلا فيبر ولكن ثقيل. هنا الاخوان غنجيو هنايا وغادي نديرو نورمالمون حنا كرينا الاكونت ديالنا في يوكي فغنعزلو لندن. مثلا كريناه في شي بلاصه اخرى غادي نعزلو. مثلا كريناه في المان غنديرو هادي. حنا كريناه في يوكي اون غنديرو هادي هنا نفيرميوها. اذا كما قلت لكم الاخوان هو دابا الار دي بي ديالنا واجد باش نكونيكطاو فيه باش نكونيكطاو فيه الاكونت اي بي ديالنا والباي بال اكونت. كنحطو فيه لي زانفو ديال الكونت هنايا وتصاور باش غادي نخدمو في الليستين. وها هما دابا كلشي مجموع بلاصه وحده وهادشي هذا غنعاودوه بالنسبه لكاع لي كونت اللي غادي نخدمو بهم. اذا الاخوان نتمنى ان الفيديو ديال الار دي بي يكون مفهوم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو اللي غادي يكون ورا هذا. غادي يكون الفيديو كيفاش نخدمو بالفيب كيفاش نخدمو بالاي بي نكونفيغوريو. هذا بنوريكم كيفاش تخدمو بالار دي بي ونوريكم حتى كيفاش تخدمو بالفيب وتقادو الاي بي ديالكم في البراوزر وتخدموها باش تكريو بها لي كونت. اذا الاخوان نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.